أهلا بكم مشاهدينا من جديد. من المسؤول عن أزمة السولار في مصر؟ فمنذ عدة أسابيع حدثت الأزمة وتتصاعد يوما بعد يوم، ليس في القاهرة فقط ولكن عدد كبير من محافظات الجمهورية. بدأت العاصمة تعاني من ظاهرة إغلاق الطرق وتعطيل وسائل المواصلات بسبب الأزمة، فيما تصاعدت هذه الظاهرة في المحافظات. أزمة نقص السولر تلقي بأثرها على القطاعات المختلفة في مصر ولا تقتصر فقط على قطاع النقل، فنقص الوقود المستخدم في الآلات الزراعية والمخابز والمراكب السياحية تسبب في إصابة هذه القطاعات بحالة من الارتباك، فضلا عن تسبب الأزمة في ارتفاع أسعار السلع الغذائية. الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والتموين أكدت أكثر من مرة أن سبب الأزمة يعود إلى عمليات تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء من جانب بعض أصحاب المحطات. على الجانب الآخر، أصحاب المحطات يؤكدون أن انخفاض حصص المحطات من الوقود هو السبب الرئيسي للأزمة. من المسؤول عن أزمة نقص السولر؟ هذا هو الموضوع الرئيسي والسؤال الرئيسي في هذه الحلقة. يسعدنا أن يكون معنا في استوديو الجزيرة مباشر مصر دكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية. أهلا بك معنا دكتور حسام. أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. بدنا قبل أن نبدأ الحديث والحوار نستمع إلى آراء المواطنين في الشارع المصري، أصحاب الأزمة ومن يشعرون بها، ثم بعد ذلك نواصل أو نبدأ مشاهدينا هذا الحوار. حضرتك؟ أنا الحاج عباس. حضرتك تعمل في أحد شركات البترول؟ أعمل في أحد شركات البترول، تمام. أولا دي أزمة ضمير قبل ما تكون أي حاجة. المنتج في شركات القطاع العام اللي هي مراقبة من كل الجهات ملتزمة تماما، هاتي أي محطة من محطة الشركة، يعني اي محطه من محطات الشركات اللي هي تابعه لهيئه البترول مراقبه من التموين ومراقبه من المباحث التموين واداره التموين ومن المحطات ومن الشركه نفسها. دي رقابه صارمه على العربيه مجرد ما بتنزل لحد ما بنستلمها وتنزل في التانك. حضرتك قول لي كده مراحل تامين الكميه اللي بتاخدها اي محطه بنزين. حضرتك بتبدا العربيه بتيجي من المستودع، بعد ما تحط الكميه بتاعتها بتيجي من البرشمه، بالبرشام برشام فوق وبرشام تحت، والتانك متبرشم، بتوصل محطه القطاع العام ما يتحلش البرشام دوت الا لما تتقاس العربيه على امر الشغل اللي طالع فيه بالكميه نفسها، ولو الكميه ناقصه ترجع العربيه للشركه ونخطر الشركه ويتحاكم المسؤول اللي عن كده يتحاسب، تمام. بتنزل الكميه، العربيه بتقف مده عشان مستوى السولار يبقى مظبوط فيها، وناخد المقاس وناخد عينه من السولار عشان نتاكد ان السولار مش مخشوش. فهنا محطات القطاع العام ملتزمة التزام كلي. طيب الكمية بتجيلك متبرشمة وانت بتقيسها؟ والعينة نفسها مطابقة للمواصفات. بتجيلك الساعة كام؟ يوميا بتجيلك الساعة كام؟ حضرتك انا ماليش ساعة محددة، قبل ما بخطر المستودع قبل ما التانك يخلص عندي ان العربية النقلة التانية بكون جت. وبعدين حضرتك حتى انت تلاحظ ان المحطات هنا زودوا عدد الطرمبات نتيجة الأزمة، لغوا بعض طرمبات الوقود اللي هي البنزين وحولوها للسولر، لان الكثافه هنا على المحطه دي بالذات تمن على محافظه الجيزه. حضرتك محطات الوقله الكميات بتيجي الساعه 3 بالليل، بتيجي الساعه 3 بالليل. الوقله هم يعني انا راجل محطه بملكي، والشركه انا متعهد تبع الشركه بتديني المنتج وانا اوزعه زي ما بمعرفتي، فهنا لا اخضع للرقابه. انت بتديني المنتج وبتجيبيه، مش اي شركه كان. ببص الاقي لما اخذ العربيات القارو واقفه بالليل من الساعه 3 بتاخد المنتج، عربيات الجهاز الصغيره وعربيات بشتى انواعها، والجراكن اللي بتبدا تتباع في الشوارع بتتباع عن طريق محطات الوكاله وليس عن طريق محطات الهيئه العامه للبترول، المحطات الخاصه هي محطات البنزين الخاصه، بدليل ان المحطات الخاصه كلها ما عليهاش رقابه في اي وجه، الوجه القبلي في الصعيد وكل الناس دي بتصرخ ليه؟ المحطات دي محطات وقله مش محطات الشركه، محطات الهيئه محطات معدوده على اصابع اليد، وهي الملتزمه تماما وهي اللي بتساهم في حل الازمه دلوقتي. خليني اقول لك بين تصريحات وزاره التموين ووزاره البترول والواقع اللي احنا شايفينه في تضارب، في جهه الجهه اللي بتسبب في الازمه انا ما بتعاونش معاكي، بستغل موقف كراجل وكيل اخد ببيع السولر بازيد من التسعيره، انما كمحطه القطاع العام انا ملتزم بالكميه وببيع بالتسعيره وبتحاسب على المليم، مش بتحاسب بالقرش ساق، بتحاسب على المليم. طب اذا اسباب الازمه في نقاط،
اسباب الازمه اللي احنا شايفينها توابير السولار؟ ان مفيش ضمير مع الوكلاء، ما بتوزعش بما يرضي الله. لو كل وكيل خد الحصه بتاعته في محافظته في مكانه ووزعها بما يرضي الله، مش هتبقى في ازمه لا في الشرقيه ولا في الصعيد ولا هنا ولا هنا. المحطات دي بتصرف لها حصص، بس بتروح فين؟ يعني معنى كده ان فعلا في السوق في ما يكفي حاجه المواطن المصري؟ والله الازمه دي غالبا يعني في ناس ليها مصلحه ان هي تفعل الازمه دي. مين ليه مصلحه يعمل الازمه المفترقه؟ اللي هم اللي بيحاربوا مصر كلها. اللي بيحاربوا مصر احسن بلد في الدنيا واحسن بلد في الامه العربيه مصر. طب الحل ايه؟ الحل ازمه الضمير معدومه. ما انا هقول لحضرتك حاجه، هو انا هجيب كل واحد اوقف عليه رقيب ان ما اكونش عليها رقيب ضميري من رقيب عليا؟ مش خايف ربنا؟ طب انا هاخد حق غيري وهبيعه بازيد من التسعيره. قول لي وزاره التموين ووزاره البترول المفروض تعمل ايه علشان تحل الازمه دي؟ ما في ازمه في الشارع بالفعل. محطات الوكاله والقطاع الخاص والمستودعات اللي هي وكلاء وقطاع خاص اللي بياخدوا الكميه، الكميه لازم يبقوا مراقبين عليهم باشد رقابه. تفرض عليهم اشد رقابه. يعني المنتج يتاخد ويتحط في التانك ويتباع في نفس البلد. ما يتباعش في بلد ثانيه. ما اجيش الاقي عربيه حضرتك، عربيه لا مؤاخذه عربيه صغيره بتاخد نصيب كذا ميكروباص، الميكروباص ده بيخدمني وبيخدم الدنيا كلها. حضرتك مونت؟ مونت حضرتك. كنت بقالك قد ايه مستني في الطابور؟ بقالي بتاع ساعه وربع كده حضرتك. وبعدين في زحمه كتير والبنازين دي يعني بصراحه ممله، يعني حتى العربيه اتخبط من الجنب اليمين ممكن تشوفها حضرتك من كتر الزحمه والقلق والجاز. بقى في سوق السوداء بقى 40 جنيه شغلانه كاسه ثانيه يعني كبيره قوي. بتشوف محطات البنزين بتبيع سوق سوداء؟ لا لا لا. امال السوق السوداء جاي منين؟ في ناس بتتعامل معاها، لكن هو المشكله ناس بتتعامل مع البنزينه بتاخد بالجراكن وتطلع تبيع بره. انا بجيبها ب 40 جنيه مع البنزينه نفسها. احنا بنجيبها ب 40 جنيه بس ممنوع، ما بلاقيش جاز خالص. يعني انت شاركت في اضراب السواقين اللي كان اول امبارح؟ شاركنا طبعا. يعني شايف ان هو الحل الاضراب؟ الحل؟ طب هنعمل ايه؟ طيب ما احنا غصب عننا احنا ما لناش جاز، وبعدين زمايلنا بنطلع العربيه بتطلع تتكسر بره، نطلع نشتغل ازاي؟ ما في بلطجيه داخل كمان مع الناس، نطلع نكسر عربيات؟ مش الشغل مش هيعوضنا عن عربيه يعني. ازاي نحل أزمة السولار في مصر دلوقتي؟ والله ده شغل البترول بقى مش شغلتنا احنا دي. بس انت سواق بقالك فترة يعني. مش شغلتنا ده شغل البترول. راح فين رايح؟ فيصل يا باشا. لا يا محمدش. ده شغل البترول مش شغلتنا، وزير البترول شوفوا له حل. شوفوا له حل. قول لي انت زودت الأجرة على الركاب؟ لا. لا لا. ما ينفعش حضرتك. أتعرف بحضرتك؟ أنا شبراو عبد الرازق حسن الشويخ. موظف وشغال سواق على عربية ميكروباص بتاعتي ملك أنا. عندك عربية ميكروباص؟ عندي عربية ميكروباص تويوتا. قولي عادة بتفول في قد ايه؟ مش أقل من ساعة يعني، مش أقل من ساعة. لا في، لا ما أكدبش، لا ما بتحصلش أربع ساعات دي. اللي بيقول كده بيزود الكلام كتير يعني. لكن ما فيش أربع ساعات. طيب قولي إيه أسباب أزمة السولار؟ مش تنسيق ولا تنظيم، بس عملية البنزيمة دي ممكن عيال بلطجية تخش بعربياتهم وتفول. اللي واقف محترم في دوره في دوره ما بياخدش دوره، ده اللي بيأخره. انما لو العمليه فيها تنظيم ما هنا في نظام. الجيش ممتاز جدا، اي بنزيمه وطنيه، لا وطنيه للجيش ممتازه جدا، بتدي ارقام. لا مش حكايه حد بيتكلم، بتديك رقم وتوقفك محترم، بتاخد دورك وتمشي عادي جميل. طب ايه اللي بيحصل لما بلطجيه بيجوا؟ طب حضرتك قول لي ايه اللي بيحصل لما بلطجيه بيجوا وانتوا بتفولوا؟ ما بيخش يفول غصب عن بتاع البنزيمة عني انا، ما بقدرش عليه ولا هو بيقدر عليه غصب يعني. انا بصراحه هو المفروض يعني الداخليه. انت شايف ايه اسباب الازمه؟ اسباب الازمه هي اكيد يعني ما اعرفش، هل الناس اللي هي لا اللي لها مصالح شخصيه في البلد ان حالها يوقف هي سبب الازمه؟ لان احنا بنسمع ان في ناس بتاخد الجاز دوت وبتفضيه في الصحراء وانا كنت بسجل مع زميلك كنت بتقولي ان في سوق سودا وجراكن. في سوق سودا وجراكن. الجراكن بيباع ب 40 جنيه وب 45 جنيه. يعني انا في الصفيحه ب 22 جنيه باخدها ب 40 جنيه وب 45 جنيه. في محطات بنزين بتبيع لسوق سودا؟ ده شيء يعني هو هيجيبها منين؟ ما سؤال يعني. العربية بتيجي تفضي في بنزيمة، هل بتفضي في الشارع؟ ولا بتدي بتبيع في الشارع؟ شيء طبيعي ان اللي هو بتاع سوق السودا ده بيتعامل مع بتاع البنزيمة. شركة
في الاضراب اللي كان اول امبارح؟ شاركت فيه ووقفت بعربيتي خالص وما اشتغلتش. ليه؟ لان معيش سولار اصلا. العربيه بتتحرك اصلا؟ انا الثوره اصلا انا ما بشاركش بيها في حاجه. ما بشاركش في الثوره في اي حاجه. انا في شغل اشتغل فيه ما فيش شغل اقف. مسالم عامل الناس كويس، هي دي ثورتي. أرى بعض المواطنين حول أزمة نقص السولار، ما سبب الأزمة؟ التهريب، السوق السوداء، مؤامرة، عدم وجود مخصصات مالية، الكميات التي تأتي لمصر من المنبع من الأساس هي غير كافية بالمرة. هذه الأسئلة أو هذا السؤال تحديدا سأبدأ به مع ضيفي دكتور حسام عرفات. إيه سبب الأزمة دكتور؟ يعني احنا التقرير الحقيقه تعدد الاراء، بس انا مش عارف هم جابوا الكلام ده كله منين، كلها عباره عن ناس متخصصين عموما يعني. هو يعني خلينا نبدا نقول، هو كان في ازمه السنه اللي فاتت في شهر 12 و11 اللي فاتوا، انتوا سجلتوا اي حاجه ورصدتوا اي وضح؟ ما كانش في تسجيل لاي حاجه. ليه؟ لان كان في وفره في المعروض. ارجع بقى للعصب الرئيسي لكل علاقه تجاريه موجوده في اي حته في مصر وفي العالم وفي كل مكان. لو انا عندي معروض بتاعي قل عن الطلب لابد من ظهور اختناقات. الاختناقات مع المدة والعجز المرحل يرفع معايا الاختناق إلى أزمة، ثم بعد ذلك يتحول إلى وضع كارثي. ده السيناريو البسيط في منتهى البساطة والاختصار لما حدث من بداية من 1/1/2013. النهاردة يمكن القاهرة ما حسيتش بهذا الوضع إلا من خلال يومين ثلاثة الأسبوع اللي احنا فيه ده، وده بسبب اعتصام السواقين على المنيب والمحاور الرئيسية وخلافه. لكن الوضع ده موجود في كل أنحاء الجمهورية، ولكن المحافظات زي العادة يعني البعد السياسي والاجتماعي للقاهرة بيخليها دايما تحت دائرة الضوء، لكن المحافظات الأخرى حدث ولا حرج. وبناء عليه يبقى احنا النهارده بنتصور ان الوضع الطبيعي ان يبقى في وفرة في المعروض عشان ما يحصلش هذا الشكل. يبقى حضرتك بتشايف من وجهة نظرك ان أزمة السولار ببساطة شديدة سببها نقص المعروض. بالظبط. ببساطة شديدة. بالظبط. خلينا نسمع سيادة اللواء أحمد موافي رئيس مباحث التموين ووجهة نظره. أهلا بك معنا سيادة اللواء. يعني أرجو أن ترفع من صوتك قليلا سيادة اللواء حتى أستمع إليك. السبب من وجهة نظرك في الأزمة الحادثة الآن ومنذ عدة الأسابيع، البعض يراها كارثة، أزمة نقص السولار سواء في القاهرة أو في الكثير من محافظات الجمهورية، تفضل سيادة اللواء. هو الحقيقه يعني طبعا كان في نقص في بعض الاوقات، لكن الحمد لله من اسبوع او بدانا نضخ كميات كبيره في الاسواق، وبيتم الرقابه الشديد على من المستودع الى محطات الوقود وحتصل الى مستخدميها. احنا داخلين على موسم حصاد القمح، بدات الدوله والوزارات المعنيه نحصر مزارع القمح حتى نوفر لها الكميات اللازمه في الايام القادمه ان شاء الله. والحقيقه ترتب على الازمه دي ان في بدا الاستخدام الشديد والطلب الشديد على منتج السولار بالذات. المشكله في منظومه التوزيع، لكن احنا ان شاء الله بدانا نعمل المنظومه كده عشان تصل الى المستحقين. يعني ايه يا سياده اللواء المشكله في منظومه التوزيع؟ يعني منظومة التوزيع وعدم يعني ما بين المتواجد ما بين المحطات والمنشآت الصناعية والزراعية والصناعية يعني قصد حضرتك مثلا ان الكميات الكبيرة من المعروض رايحة مثلا للأماكن الصناعية، وبالتالي ده بيؤثر على احتياجات السيارات بجميع أنواعها وخصوصا النقل منها. لابد نعمل منظومه عشان نحدد بالضبط الكميه اللي بيتم تصل الاسواق الاماكن توزيعها بتصل الى الاماكن الصحيحه بالضبط. طيب سياده اللواء، بوصفك رئيس مباحث التموين، من وجهه نظرك مساله التهريب بتمثل قد ايه من مشكله نقص السولار في مصر؟ يعني انا ما اقدرش احدد الارقام بالضبط، لكن هي يعني لا تذكر يعني الكميات اللي تهربها بيتم تهربها عبر مراكز الصيد او خلافه.
لكن هي كميات محدوده يعني مش كميات كبيره مش للدرجه دي يعني. طيب يعني قصد حضرتك ان الكميات المهربه مش هي المشكله الرئيسيه، وبتقول ان هي مساله منظومه التوزيع المشكله. انا معايا الحقيقه يعني احد المتخصصين في هذا المجال دكتور حسام عرفاته، بيقول لي لا هي المشكله الرئيسيه من وجهه نظره في ان يعني حجم المعروض قليل، حجم الموجود في السوق اقل مما يحتاج السوق. ايه رايك في الكلام ده يا سياده اللواء؟ هو حقيقه يعني انا عايز اقول حاجه يعني برضك يعني هو المعروض في السوق كان في اوقات كان اقل من المطلوب، بس في الايام الماضيه بقى ضخ كميات كبيره، ونرجو ان شاء الله تستمر. وفي مراكب دلوقتي بتشحن في الاسكندريه ان شاء الله تستمر، والحمد لله الامور يعني كل يوم تتحسن الى بدايه يعني مزيد من التحسن ان شاء الله. طب امتى هتنتهي المشكله ومظاهرها من وجهه نظرك يا سياده اللواء؟ ان شاء الله يعني الاستمرار في عمليات الضخ في ايام معدوده ان شاء الله يعني. شكرا جزيلا سيادة اللواء أحمد موافي رئيس مباحث التموين، كنت معنا عبر الهاتف. يعني هو النقطة الحقيقة أنا عايز إيضاح من حضرتك فيها وجهة نظرك، مسألة إن هي في مشكلة في منظومة التوزيع بالنسبة لكميات السولار اللي داخل البلد. إيه رأيك في الكلام ده؟ لا هو إحنا ما فسرناش يعني إيه منظومة التوزيع. يعني منظومة التوزيع تقصد بيها النقل والتداول، تقصد بيها اللوجستيات، تقصد بيها المخصصات لكل نشاط من الانشطه. بالظبط كده يعني هو ده المقصود بكلمه منظومه التوزيع. طب هو ايه اللي جد؟ هي منظومه التوزيع اتغيرت؟ هو في حاجه دخلت جديده؟ اساسا ان منظومه الاحتياج ما اتغيرتش يا فندم، هي ثابته ولا هتتغير من يوم وليله ولا دي عايزه تدريج؟ ايه اللي خلاني انتقل من نهايه 2012 بحاله من الاستقرار في شارع المواد البتروليه ككل وتجاز بنزين سولار، وادخل في 2013 في مشاكل مع السولار؟ مفيش حاجه جدت عليا، ولا في مصانع كثيفه الاستخدام طلعت، ولا في عربيات دخلت اكتر، ولا في عندي تهريب. ده باعتراف سياده الوزير، سياده المساعد قال دلوقتي انه مفيش عنده تهريب بالكميات. صحيح. اللي هي تعمل كده. ايه رايك في موضوع ان غزه جزء من المشكله وان هي بيهرب ليها كميات كبيره من السولار؟ ايه رايك في الكلام ده؟ الاعلان عن هذا الموضوع هو عباره عن مسلسل مكرر ومتكرر عن القاء اللوم على الجانب بعينه عشان يلاقي مبرر للوضع اللي هو فيه. عشان كده بقول لحضرتك يعني ده خطا فادح، ان هو لما يلقي باللوم على ان التهريب هو السبب الرئيسي، يبقى ده معناه ضعف في الرقابه على الحدود. ازاي تسمح بهذا الكم انه يطلع اذا كان في كم واذا كانت في ارقام معلنه؟ ده معناه ان في خطا اداري. طيب. وخطا فني. ايه رايك؟ احنا سمعنا الناس، سمعنا المسؤول الاول عن الرقابه فيما يخص التموين، طب ما تيجي نسمع المسؤول الاول عن الطاقه عن البترول في مصر الوزير اسامه كمال بيقول ايه اما سالناه عن سبب ازمه السولار في مصر؟ قال ايه؟ مشاهدينا نستمع لرأي وزير البترول دكتور أسامة كمال في السبب الرئيسي في نقص السولار في مصر. ماذا قال؟ قاوم جدا وعامل الضجة اللي حضرتك شايفها دي، لابد احنا يعني كلنا لدينا المتضرر من؟ المستفيد من ان النهاردة بيهرب مش عارف يهرب بكرة، فضاغط جدا النهاردة بيقولك انا مش عارف دول هيطبقوا امتى، فانا احوش كميات. في مصطلح لطيف جدا سمعته امبارح لاول مره، والله اللي اول مره، اسمه الصولره زي الدولاره. الناس لما لقت انه هيحصل ضغط على الدولار فبعض الناس راحت غيرت فلوسها من جنيه لدولار. فهناك الايام دي ظاهره الصولره. ايه ظاهره الصولره؟ ناس اشترت الحق اشتري براميل اللي هي ال 200 لتر. البرميل ال 200 لتر ده كان 28 جنيه الفاضي، ارتفع ثمنه ل 100 جنيه دلوقتي. الناس بتخزن فيه سولار. التهريب الى اين؟ الى غزه؟ كنت اتمنى ان نعطي غزه سولار بطريقه رسميه، ولكن التهريب الى غزه كميات ضئيله. التهريب الى البحر هو الكميات الكبيره الحقيقه. الى البحر؟ نتحدث عن قبرص؟ مراكب؟ لا، مراكب اللي في البحر. لا لا، مش لدول. مش لدول؟ لا لا، لمراكب في البحر، لانه لو دخل عند اي مينا علشان يفول فبيدفع في اللتر ما بين 2 دولار الى 2 يورو. لما بيشتريه من عرض البحر بيشتريه بدولار وربع او بدولار ونص. وليبيا؟ أسامة كمال وزير البترول يرى ان السبب الرئيسي في ازمه نقص السولار في مصر التهريب، سواء كان الى غزه وقال هذه يعني كميات ضئيله، اما الكميات الاكبر فتذهب الى عرض البحر والسفن. واضح ان رايي مختلفا لحضرتك بتقول. طبعا يعني انا اعتقد ان انا اسف ان اقول الكلام ده، هذا الراي يدين الحكومه بالكامل.
لما انت حضرتك عارف الكلام ده لماذا لم تتخذ من الاجراءات الاحتياطيه والاحترازيه لمنع مثل هذا التهريب؟ ده انت حضرتك عارف بتروح فين وعارف ثمنها كمان قد ايه وعارف الكميات واللي الناس بتخزن في براميل. عشان يخزن في براميل ويبقى بيشتري براميل وعشان يعمل فيها الكلام ده كله يبقى انت من المنبع من هنا اين الرقابه الداخليه؟ طيب ايه رايك يعني ما فيش حاجه اسمها الثوره اللي هي مساله التخزين ماشي المصطلحات مش هنقف عندها يبقى انت النهارده وانا لسه بخزن على ارض مصر يبقى انا لازم يبقى في عندي رقابه وفي عندي مباحث وفي عندي رؤيه عشان اطلع بقى البراميل دي واحركها يبقى انا لازم اعدي من منافذ يا اما من الجمارك والمواني يا اما هاخد من بره بره ولا انا شايف انه بيتكلم في ارقام واذا كان البراميل ب 100 جنيه فاضي فما بالك بقى باللي جواه يبقى اذا النهارده محتاج حمولات وحمولات ضخمه ازاي هيتم تمرير هذه الحمولات الكل متواطئ طيب خليني اعرف منك بعض المعلومات اتفضل مصر محتاجه كل يوم صباح كل يوم قد ايه كميه من السولار عشان البلد تمشي 35 مليون لتر 35 مليون لتر يوميا بيجوا ازاي دول احنا عندنا الانتاج المحلي بتاعنا حدود 60% والاستيراد من الخارج في حدود 40% ممكن الكميه تزيد وتقل ده بيتوقف على كفاءه المعامل والانتاج من داخل مصر لكن في الاخر انا عندي النسبه 60 40 تقريبا المشكله فين في ال 60 ولا في 40 60 الداخلي ولا ال 40 لا 60 مش هنتكلم عليها ما فيش فيه مشكله لا ما فيها مشكله بس بيتخش تحت بند عناصر انتاج وكفاءه معامل وخلافه لكن انا عندي حاجه جاهزه وموجوده عشان ابتدي اوقد الفتنه والاشتعال اللي شغال في الشارع ده بيجي من الاستيراد الاستيراد من الخارج لو في حدود ال 40% يبقى انا محتاج سيوله نقديه عشان اقدر اشتري في الوقت اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها من غير ضغوط خارجيه سواء من بره او من الشارع من جوه بيضغط عليا كم تحديدا محتاج يوميا علشان اشتري الكميه اللي بشتريها من الخارج اللي هي 40% يعني كم تحديدا ال 40% بتاعت ال 35000 طن لا كم اموال فلوس يعني لو احنا قلنا النهارده ال 40% تعمل حوالي 14000 لتر طن يعني بنتكلم حضرتك في حوالي 140 مليون جنيه مصري تقريبا 140 يعني طب هي الدوله عندها مشكله في ان هي توفر لنا 140 مليون جنيه مصري يوميا لا ما عندناش مشكله احنا عندنا مشكله في ايه احنا عندنا مشكله في التخطيط الجيد للاحتياجات هو انا النهارده عايز الكميات دي بشكل تدريجي ولا بشكل مفاجئ ولا بشكل اعتداري ولا انا عايزه ازاي هنا يظهر الاحتياجات ايه المواسم اللي انا بتعرض ليها ومحتاجه زياده شويه في الكميات ايه الضغوط اللي ممكن تتعرض عليا تتعرض ليها البلاد وابتدي احدد الكميات اللي انا عايزها عشان كده بنقول بقى ايه لو انا عندي مخزون استراتيجي امن بيكفي البلاد على الاقل اسبوع 10 ايام المخزون ده بيعفيني من ايه من ان انا اقع تحت طائره الضغط اللي عليا من بره اقع تحت طائره النواه والكوارث الجويه وخلافه وبالتالي هل هذا المخزون موجود ولا لا وبناء عليه يبتدي يتحدد احنا محتاجين قد ايه بعد كده دكتور حسام افهم ان انا ممكن اعيش في ازمه يوم اثنين ثلاثه اربعه اسبوع اسبوعين لكن اما الازمه تطول بهذا الشكل دي غير مسبوقه ما السبب غير مسبوقه يعني ليه الازمه طالت هذه المره بهذا الشكل يعني وزي اللي احنا الطوابير الطويله عده كيلومترات اللي احنا شايفينها في الشوارع وغلق طرق رئيسيه مصر اسكندريه زراعي وخير هو كان في تمهيد للازمه دي من بدايه السنه لكن هو الحقيقه يعني تم التعامل معاها باستهانه شديده على اساس ان دي موضوع هيخلص شويتين والناس هتتغير الناس هتزهق وهكذا لكن الحقيقه برضو لازم يبقى عاذرين الجانب الاخر هو قطاع البترول مش بالضروره ان هو يقدر يفصح عن كل حاجه وارد جدا ان يبقى عنده مشكله ماليه بس مش قادر يفصح عنها عشان ما تحصلش مصايب اكتر من اللي بتحصل ما عندكش اي ضغوط يا دكتور اللي انت تفصح من وجهه نظرك على الاقل اللي بتهيالك المشكله ماليه بحته ماليه بحته مع احترامي شديد لكل حد عايز يقول اي حاجه بما فيهم رساله الوزراء ورئيس الوزراء وكل الناس انا عندي مشكله ان حصل في فرق سعر في الدولار من 2012 2013 جنيه في كل في الدولار لو انا بشتري كل يوم ب 35 مليون دولار وبشتري في الشهر ب 1.1 مليار دولار يبقى انا عندي على الاقل مليار جنيه فرق عمله فقط ادي اول بند تاني بند سقف النقد الاحتياطي هل يسمح بان انا اشتري في اللي انا في الوقت اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها ولا لا طبعا واضح ان في مشكله في السقف النقد الاحتياطي اللي وصل لحالات حرجه الحاجه الثالثه بقى ودي الاهم التصنيف الائتماني ليك بره الشركات العامله معاك اللي بتشتغل معاك احنا النهارده قارين في الاهرام وفي كل حته ان المراكب محمله واقفه
ومش قادره تدخل الا لما تدفع الفلوس. ده معناه ايه؟ لو انا عندي كريدت وعندي ائتمان المفروض ان الناس دي تدفع وبعدين تدفع المنتج وبعد كده ندفع الفلوس. طيب خلينا ناخد وجهه نظر اخرى من خلال الاستاذ اسامه شحاته الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون البترول معنا عبر الهاتف. اهلا بك معنا استاذ اسامه. اهلا فندم، ازيك يا اهلا. ايه رايك في الازمه الحاليه، في ازمه نقص الصرار من وجهه نظرك؟ ما السبب الرئيسي وراء هذه الازمه؟ والله انا عايز اقول لك يعني انا بسلم عليك على الدكتور حسام، لكن الازمه الموجوده هي ازمه نقص سيوله وليس ازمه نقص المنتج. جاء سبب ازمه السيوله ازمه نقص فينا ازمه نقص سيوله، وان النهارده هيئه البترول ما عندهاش المبالغ الماليه الكبيره اللي تقدر توفرها عشان تستورد صدار. وفي كلام بين وزاره الماليه ووزاره البترول وده سبب الازمه الحاليه. وعايزين النهارده زي ما بيقول وزير البترول المهندس كمال انه في حوالي 20% تهريب، يعني احنا بنستورد 25% وفي 20% تقريبا احتياجاتهم كميات ضايعه اصبح المنتج اللي اكثر من 5. معلش يا استاذ اسامه حضرتك عشان انا ما سمعتش بس المعلومه دي كويس، حضرتك بتقول ان في 20% تهريب؟ تهريب 20% تهريب من منتج الصرار يعني من الاستهلاك. تمام. فاصبح النهارده انت محتاج بدل ما تستورد 25% ممكن تعرف تستورد بالظبط قول 45% عشان تقدر الاستهلاك المحلي، لان لازم الاستهلاك لازم التهريب ده يتعوض. التهريب ده لازم تستوعب 25% يكون لازم التهريب ده يتعوض، فبيتعوض لازم يبقى استهلاك. رغم كده ان مفيش ماده مفيش فلوس دلوقتي، وان المفروض خلال الفتره الحاليه عشان تتفك الازمه توفير مليار ونص دولار. من خلال مليار ونص دولار ده حصل من فتره كده وكانت حصلت نفس الازمه ممكن اقل شويه، وتم وزيره الجمهوريه وقتها خصص مليار ونص دولار وجابوا اشتروا منتجات. يعني افهم من كلامك يا استاذ اسامه ان الدوله الان غير قادره على توفير مخصصات السولار في هذه اللحظه، وده سبب رئيسي لاستمرار ازمه نقص السولار في مصر؟ بالظبط كده، الدولة غير قادرة وواضح، وانه قال في اجتماعات تمت الايام اللي فاتت وبيقولوا انه رئيس الجمهورية هيوفر مليار ونص دولار للاستيراد. انت النهارده عندنا مراكب، النهارده كل العملاء اللي بتجيب اللي بتستورد باستمرار بتوصل لحد مواني السويس او مواني اسكندرية ما تفرغتي، لانه الا يتم دفع المبالغ جاية تعليمات لهذه السفن بعدم تفريغ الكميات الا في وصول للحقيقة. كلام اللي حضرتك بتقوله هو بيتطابق يعني بشكل كبير مع كلام الدكتور حسام عرفات وهو أحد الخبراء في هذا الشأن، لكن الحقيقة كلام الدكتور المرسح جازي وزير المالية عكس كده، بيقول لا كل المخصصات الخاصة بالسولر وبالطاقة عموما إحنا موفرينها وما عندناش مشكلة من ناحيتنا كوزارة المالية. إيه رأيك في الكلام ده؟ لا كلام الدكتور مرسح الدكتور حجازي يسأل عنه الدكتور حجازي، لأنه إيه سبب الأزمة؟ طيب ما تقولي بيقول لي الدكتور حجازي إيه سبب الأزمة؟ إحنا بننتج 75% بنستورد 25%، عندنا 20% تهريب زي ما بيقول وزير البترول. طب المشكلة فين؟ المشكلة في البترول؟ لا المشكلة مش في البترول، إن هو بينتج 70% فبياخد 70%، المشكلة في الاستيراد. الهيئة النهاردة كانت بتوفر 500 مليون دولار عشان تساهم فيها في المبالغ الخاصه بالاستيراد. النهارده الهيئه عاجز عن هذا التوصيل، لان كنت النهارده الهيئه فيها مديونيات. طيب. وفي النهارده مشكله ان العملاء الاجانب لهم مديونيات والشركاء الاجانب لهم مديونيات، كان في مشكله في هيئه البترول، خاصه لان في بعض البنوك رفضت حاليا او بترفض حاليا منح قروض لهيئه البترول. ولكن الكلام وزير الماليه كلام هو يسال عنه، الكلام وزير الماليه ده كلام تهدئه. طيب خليني طب اروح لكلام وزير البترول يا استاذ اسامه. لازم يطلع ويواجه الناس على الحقيقه ويقول للشرع الحقيقه يا استاذ اسامه. احنا فين النهارده المشكله؟ وزير البترول قال لنا كلام برضك مختلف، قال لا هي المشكله الرئيسيه مشكله تهريب، وقال كمان لفظ جديد قال احنا عندنا حاجه دلوقتي اسمها السولاره زي الدولاره اللي انا بروح اخزن كميات كبيره عشان خايف من الازمه. ايه رايك في الكلام ده؟ لا لا انا بغطي القطاع ان الطاقه ده من 20 سنه فاتت. تمام. انا وكمواطن عادي وكواحد مختص في هذا المجال الكلام اللي بيتقال ده كلام مش مظبوط. تمام. كلام وغير مقنع. يطلع ويواجه الناس ويقول احنا انت في مراكب موجوده دلوقتي في السويس وفي مراكب اسكندريه ما فرغتش، ايه السبب طيب؟ طب ما يرد وزير الماليه يقول لك ايه السبب المراكب ما بتفرغش؟ لا ايه السبب؟ ايه السبب يعني؟ ما تقول لي ايه السبب؟
السنه ما فيش فلوس. لو ان النهارده الراجل النهارده المستوى ما عادش فلوس تدفع، ما عادش النهارده بدا يدينا كله بيدير بالكاش، لازم تدفع كاش فورا. انت النهارده عندك ازمه الدولار موجوده في مصر، يعني انت النهارده السعر زاد، يعني النهارده انت عندك الدولار وصل اكثر من 7 جنيه وصل 7 وربع و7 جنيه وصل على حسب السوق النهارده، فكل ده بيأثر. فالنهارده ما فيش حد بيدي لك، النهارده اصبحت في ازمه، ولو احنا عندنا انتاج يكفي ما كانش موجوده هذه الازمه. وده الأدلة اللي كلام اللي بيقوله وزير المالية، وزير المالية بيقول كلام ما هو يسأل عنه وزير المالية، ولا ما كانش فيه أزمة. وزير المالية وفر المبالغ المالية المطلوبة، ما كانش فيه أزمة حالية، والأزمة دي لعلمك مستمرة. أنا بقول الأزمة الموجودة حاليا مستمرة إلا بتدمير مليار ونص دولار. يعني تتوقع أن يكون هتستمر لغاية إمتى تحديدا من وجهة نظرك كمتخصص؟ يعني لحد ما يوفر مليار ومليار ونص دولار يجيب بيها منتجات كده تبدأ الأزمة تتحل. لكن هو النهارده بيعتمد اعتماد كلي على المنتج المحلي، اللي هو من خلال المعامل التكريم بتاعتنا اللي هو حوالي 70% ده اللي بيتم دلوقتي. واعتقد ان الدكتور حسام عنده المعلومات دي، واعتقد ان الدكتور حسام عارف المعلومات دي كويس، والامور ما تخفيش على الناس، ولكن لازم النهارده مطلوب المواجهه والمصالحه بالشارع. صرحني، قول لي الحقيقه فين، قول لي الحقيقه فين، ايه اللي بيحصل ايه؟ يعني انا ضد تماما قرار وزير البترول بناء رئيس شركه مصر البترول وشركه رئيس واقاله او نقل من العمليات، والكلام ده كله تهدئه اوضاع. المشكله الازمه ازمه سيوله ماليه وليس ازمه منتج جديد نقص السيوله الماليه. شكرا جزيلا الاستاذ اسامه شحاته الكاتب والصحفي المتخصص في شؤون الطاقه، كنت معنا عبر الهاتف. اذا على الاقل هناك تطابق في وجهات النظر بين ضيفي في الاستوديو دكتور حسام عرفات وضيفي كان عبر الهاتف الاستاذ اسامه شحاته، ان الازمه السبب الرئيسي فيها هو نقص السيوله، نقص الاموال التي تحتاجها البلاد لاستيراد الكميه التي محتاجين. عندنا كميه واضح ما بين 60% أو 70% ايا كانت داخليه، منتج الداخلي الخاص بالسولار، لكن في كميه خارجيه ودي اللي عندنا مشكله فيها، بيقول الاستاذ اسامه شحاته. وقال الدكتور حسام عرفات اللي هي يعني من مليار واحد من عشرة المليار وخمسة ونص، هي دي المشكله الرئيسيه. طيب انا برضك سؤال المواطن العادي. انا سعيد الاول بالكلام الجميل اللي قال ده. انا عفوا يعني اسمع الاستاذ اسامه شحاته لكن لم التقي به من قبل. الكلام اللي احنا نقوله بتاع الواحد ونص مليار ده انا نشدنا الرئيس من في اكثر من لقاء، كان لسه عندنا اجتماع يوم 11 وطيرناه على كل وسائل الاعلام، يا جماعه مش كده، عايزين ناخد خطوه وعايزين ناخد قرار سياسي، وطالبنا السيد الرئيس بشخصه وبصفته انه يتدخل بضخ 1.5 مليار. احنا اول من بدا بهذه المبادره وارينها من اكثر من شهر ونص، لكن للاسف الشديد مفيش حد. طيب هي مش كل بلد ليها اولويات، خليني اعلق على 20% بتاعت التهريب. لا هجيلك، بس انا عايز نقطه ان كل بلد ليها اولويات واصبح السولار والطاقه هي اولويه قصوى، خصوصا لما يكون في ازمه. ليه ما تكونش الاولويه هنا للسولار للطاقه علشان نحل الازمه دي، ازمه المواطن اللي متاثره على كل يعني مناحي الحياه. مفهوم غريب جدا في المواد التموينيه. القوانين المواد التموينيه بالذات صادر فيها تعريف ان وزاره التموين هي منوط بها المواد والحاجات الاوليه. ايه هي الحاجات الاوليه بالنسبه لينا؟ القمح والطاقه الوقود. كويس، يعني ده مش مواد اساسيه، اصل في مفاهيم خاطئه شويه. يقول لك ايه ده مواد اساسيه، لا دي مش مواد اساسيه، دي مواد اوليه بيبنى عليها بعد كده مواد اساسيه. لو انا ما عنديش الطاقه يبقى انا ما عنديش مواد اساسيه. هتطلع اسمنت ازاي؟ هتتحرك ازاي؟ هتزرع ازاي؟ هتقلع ازاي؟ هتعمل كل الحاجات دي ازاي؟ لابد من وجود الطاقه الاول. اصل الوقت بتاع الساقيه وبتاع الشادوف وبتاع الحاجات دي انتهى. كويس، يبقى انت النهارده مكان ازرع ده. انت بتقول كلام علمي، دي اولويه مواد اوليه. طيب ليه ما بنحطهاش في اولويات اجندتنا اللي احنا بنوفر لها الاموال والمخصصات الماليه؟ ده بيتوقف على الرؤيه. الحكومه ترى ايه؟ مؤسسه الرئاسه ترى ايه؟ ايه اولوياتها في المرحله؟ مش احنا كان عندنا ملف اسمه ملف الوقود؟ ماذا تم في هذا الملف؟ مش احنا كان محددين 100 يوم وبعدين قلنا لا ال 100 يوم غير كافيه فهنطولها شويه؟ طب ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ عدم الاعتناء بهذا الملف كملف اساسي قبل بقيه الملفات الخمسه اللي كانت موجوده. هي الملفات الخمسه دي مش كانت مرور وكانت امن وكانت نظافه وكانت وقود وكانت خبز. الوقود هو العنصر اللي بيحرك بقيه الاربعه الباقيين. هو حضرتك المشاجرات اللي على الطريق دي الامن هيستتب فيها، وطول ما في عنده نقص وقود. المرور والتكدس المروري وشال المروري علاقه مع ايه؟ مع الوقود.
المخابز وسيادتك عارف والدنيا كلها عارفه ان السولار عنصر رئيسي اذا النهارده المخابز ممكن توقف وبالتالي ما بقاش في عندك خبز عشان الوقود النظافه الاليات اللي بتتحرك والعربيات واللوادر والخلاف بتتحرك بايه الوقود اذا كان المفروض واتوقع انا لو ما كان اي حد اعمل كده الملف الرئيسي الاول هو الوقود احله الاول خليني اقول بس حاجه ثانيه موضوع ال 20% بتاع التهريب لا مش هتكلم في 20% لان 20% ده رقم مخيف ويعني يعني اتوقع ان ال 20% تساوي 7 مليون لتر سؤال بالله عليك يعني والساده المسؤولين نفسي حد يجاوبني فيهم ازاي هيتحركوا 7 مليون لتر ازاي هيتنقلوا في البراميل البرميل اللي بيشيل 200 لتر هينقل 7 مليون لتر ولو حتى المره واحده في الحياه يبقى انت عايز كام برميل اقسم 7 مليون على ال 200 لتر قول لي حضرتك هيبقى عايز كام شكله ايه والغريب بقى ان في مباحث وفي رقابه وفي جهات امنيه طب ولما يتم التهريب عبر الموانئ عن 20 زياده عن 20% ولا في حدود ال 20% اين دور وزاره الدفاع في هذا الموضوع شايف ان الرقم ده مبالغ فيه جدا غير موجود من اساسه غير موجود من بهذا الحجم ممكن يكون فيه على استحياء لكن بالرقم ده طب انت مستني ايه يا معالي الوزير ما تاخد خطوه اجرائيه ده انت بتضيع منك 7 مليون لتر تمنهم 35 مليون دولار بتسيبهم لمين ومن مصلحة مين ده على كلام اللي احنا بنشتري من بره بسعر الدولار مش هو لسه كان بيقول كده ان بدولار اللتر وهكذا ب 35 مليون جنيه اتفضل حضرتك طيب يبقى واضح ان احنا قدام أزمة سيولة في المقام الأول لكن هو السؤال متى ستحل هذه الأزمة أما يوفروا المليون المليار ونصف لا هي امتى نبتدي بقى نفكر في الكلام ده ونقول انها تحل الأزمة أولا لابد من إخلاص النوايا مبدأ المؤامرة أو نظرية المؤامرة المتوفر بشكل غريب في كل التصريحات المحطات وأصحاب المحطات وأصحاب الأنشطة اللي تعمل في هذا المجال وارد يا جماعة جدا زي أي حاجة في الدنيا فيها الصالح وفيها الطالح في ناس أكيد في نفوس ضعيفة وأكيد في ناس بتحب تستغل الفرصة اقضي عليها بالرقابة لكن نظرية المؤامرة التخوين إلقاء اللوم على الآخر التشويه المتعمد بشكل غير مسبوق على المحطات والناس بتعمل في هذا المجال كل هذه الأمور لابد من أن يتم تجنبها ونبتدي نتحاور مع بعض بشكل موضوعي وعملي ومحدد وواضح نبتدي نقول المشكلة فين نشخص المشكلة نحط الأساليب العلاج اللي ممكن نبتدي ناخد الخطوات الإجرائية لتحقيق هذه الأساليب ده في ملخص بسيط جدا طيب. عشان نوصل للنقطة دي حضرتك لابد زي ما قلت الأول إخلاص النوايا وبعدين نبتدي نتكاتف ونبتدي نقول بقى احنا فعلا محتاجين أموال هنا برجع أقول تاني السيد رئيس الجمهورية من خلال كل القنوات اللي انا طلعت فيها وكل الصحافة اللي اتكلمت فيها وكل ما اوتيت من قوة من فضل حضرتك زي ما عملت في شهر 9 سنة 2012 ضخ اموال اضافية 1.5 مليار دولار من خارج الموازنة لان حضرتك بتقول التصريح السيد وزير المالية بيقولوا انه استكفى او هو كفى خلصت الميزانية بالنسبة له ده على وضع الميزانية القديمة اللي كان فيها علاجات واصلاحات في منظومه الدعم وكان فيها تخفيض لقيمه الاموال المقدمه لنظريه الدعم. ضخ يا سياده الرئيس هذا الرقم. ضخ 40 مليون لتر يوميا لمده اسبوع وارجع لحاجز ال 35 مليون لتر يوميا. توخى الحذر والدقه في الاجراءات الاحترازيه وبناء مخزون استراتيجي يكفي البلاد لمده 8 ايام او 10 ايام على الاقل لمواجهه اي اعباء او تحديات مستقبليه. تجديد الرقابة على الموانئ وعلى الأنفاق وعلى كل ما يؤدي إلى التهريب الخارجي وخارج البلاد تجديد الرقابة على المتلاعبين داخل السوق والسوق السوداء وفي الآخر تأمين وحماية المنشآت ده النهاردة دكتور حسام لازم نعمله بشكل عاجل لكن على المستوى الطويل المستوى وعلى المستقبل القريب المستقبل القريب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ جهاز لتنظيم وتداول المواد البترولية هذا الطرح تقدمنا بهذا الطرح وهذه المبادرة للدكتور كمال الجنزوري في أكثر من لقاء معاه 5 لقاءات متتالية في حكومة الدكتور الجنزوري ومن الدكتور الجنزوري نفسه قال إنه هو تقدم للدكتور مرسي لأنه قعد شوية معاه 2 شهر تقريبا قبل ما يجي الدكتور هشام أنديل تقدم بهذا الطلب ومكتوب على الملف هام وعاجل ده هذا ما قيل لي من رئاسة الوزراء إن إحنا بنطرح طرح ومبادرة بنقول يا جماعة عايزين جهاز لتنظيم وتداول المواد البترولية والغاز الجهاز ده بيضم في جنباته قطاعات ووزارات معنية ممثلة في وزارة المالية أولا لأن هي العنصر الرئيسي
ثم البترول ثم التموين ثم الداخليه ومتمثله في الداخليه. موجود يا دكتور حسام فيما يعرف بالمجلس الاعلى للطاقه. ان الله مع الصابرين. اتفضل. ما انا عارف انه موجود ومع ذلك بقول برضه يعمله ليه؟ مشكلته انه يبقى تابع لمؤسسه الرئاسه. ما يبقاش تابع لوزاره ولا تابع لحد، ليه؟ عشان النهارده نخلص الى وضح، وبرضه نسيت اقول ان في معايا محليات وفي شعب على عمل المواد البتروليه. ليه بقى حضرتك؟ انت قول زي ما انت عايز. مين اللي هينفذ لك السياسات اللي انت عايز تعملها؟ مين اللي هيطبق لك الكلام ده؟ مش اصحاب النشاط الناس القائمين عليه؟ اشركني في الراي. خليني جهه فنيه استرشاديه فقط لا غير، صحيح الجهابذه موجودين في كل حاجه لكن ما فيش ما يمنع ان تستعين باخر. التبعيه والاستقلاليه في هذا الجهاز تكون يا اما المجلس الوزراء مباشره اتخاذ القرار، يا اما المؤسسه الرئاسه، واعتقد ان في ساده مستشارين كتير في هذا الملف، وبالتالي نقدر نوصل لحل يرضي جميع الاطراف. لو احنا عملنا الكلام ده وبقى في تنسيق فعلي وفي عندنا اخلاص نوايا زي ما قلنا من البدايه ان احنا عايزين نحل، وكل واحد يقول احتياجاته، الكهرباء تقول انا عايزه ايه، الشارع يقول عايز ايه من خلال المحليات. النهارده انت عندك حصر بمحطات البنزين؟ انا اقول عندي 2840. امبارح ست اللواء موافي كان معانا في اون تي في وقال ان هم 1700. انا اقول زي ما انا عايز وده يقول زي ما عايز، وكل الناس يقول عايزين رقم حقيقي، عايزين قاعده بيانات. قاعده بيانات دي مش هتيجي كده، لازم كلنا نشتغل مع بعض. وعندك المحليات هي اللي بتمنح التراخيص، وبالتالي اقدر ارجع لها. هي موجوده؟ لا مش موجوده. موجوده دورها ايه؟ مجرد شرفي ولا مجرد فاعل ولا ايه؟ برضو نفس القصه بالنسبه للتنسيق بقى. كلنا عرفنا احتياجاتنا. التموين النهارده تعرف محافظه القاهره بتاخد قد ايه؟ احنا بنقول 35 مليون لتر. توزيعهم شكله ايه؟ لا احد يعلم. في 30 ثانيه، حل ازمه السولار في مصر يكمن في؟ يكمن في انشاء جهاز لتنظيم وتداول المواد البتروليه، مش السولار بس، لكل المواد البتروليه، لانك قادم على مجهول. مع احترامي الشديد لكل الساده الوزراء والمعنيين في الوقت الحالي، انت قادم على مجهول، خاصه مع ارتفاع اسعار العملات، مع ارتفاع الاسعار العالميه. طيب. مع التغيرات المناخيه والوضع. الان ايه؟ الان ضخ 1.5 مليار لغايه نهايه السنه الماليه فقط، ثم ضخ كميات اضافيه من السولار. شكرا جزيلا دكتور حسام عرفات، رئيس الشعبه العامه للمواد البتروليه باتحاد الغرف التجاريه. اشكرك شكرا جزيلا، كما اشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه. الى اللقاء.